لما بنقول المحدد بيساوي صفر عشان احنا رايحين نحل ايجن بروبلم، المعادله دي اللي هي بعلامه المحدد كده على الحضارات تمام، اسمها يصح المسمى يبقى عندك الكاركترستيك ايكويشن بتاعت السيستم. يبقى معادله الكاركتر بتاعت السيستم بتمشي ازاي؟ اللي هي الجزء ده من غير الايه؟ من غير مصفوفه الايه بتاعتي تمام؟ عباره عن المحدد يساويه بالصفر، دي اسمها الكاركترستيك ايكويشن بتاعت السيستم او المنشا اللي انت بتحبه. نحاول نترجم الامور شويه. هتعمل ايه؟ لو عندي مبنى 3 ادوار يبقى كام ديجري اوف فريدم؟ 3. يبقى الشكل العام بتاعه هيبقى ازاي يا حضرات؟ اهو ادي مصفوفه الكي. احنا عارفين المنظر ده هيتحول لارقام بقى في مساله. مصفوفه الام اهي بس ضربتها في مين؟ في الاوميجا سكوير اللي موجوده هنا كده، فهتبدا هتخش تضرب في الاقطار، ما ضربها في الصفر متشكلين. دي انهي اوميجا بقى فيهم يا عم؟ دي اول اوميجايا. انا عندي هنا 3 اوميجا مش كده؟ كل واحده منهم اطلع لها A1 A2 A3. الفيكتور ده ايه؟ فيكتور ده يعني ايه؟ يعني مصفوفه العمود دي هسميها فاي رقم 1. انا حاطط هنا اي عداد، يبقى انا عندي فاي 1 فاي 2 فاي 3. هو ده اللي بيطلق عليه المود شيب. مش حاسك مش مترجم اللي انت بتقوله، يعني ايه برضه مود شيب؟ دي هتبقى هيديني الارقام دي لما هجيبها هيعرفني المبنى ده ممكن يتحرك ازاي تحت تاثير اي فورس، تحت تاثير فايبريشن عندي. مش فاهم الدنيا قوي، تعال نقرب. هدفنا طبعا اول ما يبتدي نطبق الدنيا هتظهر. ده تقريبا نفس الكلام اللي احنا قلناه. بس هنا برضه بلفت الانتباه لحاجه، ان انا لما اجي احل، لو انا بحل مثلا بالماتلاب، بحل بماتكات، بحل بكذا بكذا بكذا، بقول له روح حل يا عم الايجن بروبلم فهكتب له المعادله، هو هيقوم مطلع لي الاوميجا ومطلع لي الثلاثه دولت وحاجه زي الفل. ما هو بيحل لوحده برمجه. لما اجي احل مانوال بيبقى صعب قوي ان انا احسب الثلاثه دول. فعاده بنعملها ازاي يا حضرات؟ بنمسك اول واحد فيهم ونفرضه بقيمه الوحده. ايه ده يعني احنا كده بنعك ولا لا؟ ما بنعكش ولا حاجه. لو هو بواحد اجيب الباقيين، يبقى انا بشتغل نسبه وتناسب منه. فالكلام ده صح بس ما بيدينيش القيم الحقيقيه، بيديني قيم تقدر تقول عليها ان هي ايه؟ يعني قيم نسبيه ما بينهم وبين بعض، فبيديني الشكل بتاعه، لكن ما يدينيش الارقام. يعني مثلا يقول لي ان الايه هنا تلت دي، لكن دي التلتين بتاع، لكن دي البوينت فور منها، فبيديها لي كده كنسبه. لكن لو اشتغلت بماتلاب، اشتغلت بماتكات، بيديني كل حاجه بالظبط. هنحل ازاي؟ هنفرض دايما، ما تتخضش ما تتوهمش، كل ده هيتحول لارقام حالا حالا السلايد اللي جايه ان شاء الله. ماشي؟ هنفرض دايما الاول فيهم يساوي الوحده، الباقيين اجيبهم نسبه وتناسب. المصفوفه لما تتحط بالمنظر ده بيسموها الموديل ماتريكس، اللي هي مصفوفه الموديل بقى بتاعتي اللي فيها كل الفايات. ايه الفايات دي؟ الفاي ده مسمى جديد علينا؟ لا قلنا اللي هو الالتهاب بتاعتي. ماشي؟ بس ابقى واخد بالي انها بتتملي ازاي؟ لان يعني دي بتتحط بشكل غريب شويه. الاوميجا 1 النتائج بتاعتها هنا، والاوميجا 2 هنا، والاوميجا 3 هنا. النتائج بتاعتها انا تهت ولا ايه؟ حد يقول لي احنا بنعمل ايه؟ كل اوميجا بطلع لها 3 ايه؟ فاوميجا 1 جبت لها فاي 1 اهو، اوميجا 2 جبت لها فاي 2 اللي هي فيها 3 قرايات اهو، وهكذا. ماشي الحال؟ نطبق المسألة. الله، أرقام، الحمد لله، الحمد لله. إيه بقى المعطيات اللي معانا؟ W1 W2 بيديني K1 بتاعت الدور كله على بعضه مرة واحدة، الـ K بكذا، وK2 الدور كله على بعضه بكذا. نورت كده الدنيا مش كده؟ طب قول لي بقى نعمل إيه؟ طلع الأوميجا على طول يبقى خلصت، لو طلعت الأوميجا يبقى خلصت. هو بيجيب من الآخر. المرحلة الأولى أنت عايز تجيب مصفوفتين. الإم والكي. الإم والكي. ماشي الحال؟ فتعالى نحضر الكلام ده. طبعا الام اسهل مش كده ولا ايه؟ خليك ناصح بقى. والام الام دي اللي هي قطر لو انت فاكر. الو طيب خلينا نجري نجيب الام. ها 40 على 10 ام 1 20 على 10. ايه يا عم الكلام السهل ده؟ هنقسم على 10 طالما ما جبتش سيره الجي
يعني مش حالي بقى في الامتحان زي الامتحان اللي فات واكتب لك في كل مساله اسيوم ان الجيب 10 خلاص بقى بعد كده اعرف ان الجيب 10 لو انا ليا غرض ان اغيرها هتلاقيها ساعتها مكتوبه ماشي بس ان شاء الله مش هنغير يبقى هنقسم كل كتله ما تنساش الوحدات طبعا خلاص ده كله كلام سهل بالنسبه لنا مصفوفه الام بقى اعمل ايه افتكر شكلها افتكر شكلها 4-0-0 بس يبقى انا هكتب ايه هكتب 4 2 والاصفار الباقي اصفار اهو مش كده ولا ايه كده ده الموضوع طلع سهل هو سهل عشان يكون الكي حد فاكر شكلها كي 1 زائد كي 2 اول الاقطار كي 1 اول قيمه في القطر ايه 1 زائد 2 وبعدين تنزل الثلاثه انا ما عنديش ثلاثه خلاص يبقى 2 خلاص يبقى بحاول اقرر لك طريقه تحفظها امال فوق القطر وتحتيه ايه سالب كي 2 سالب كي 3 سالب كي 4 وهكذا فادي الشكل بتاعه صح برضو نبقى عارفينه طب ده كلام سهل قوي كي 1 زائد 2 يعني 400 زائد 200 جنين يعني 200 وهكذا هتملى الكلام ده شوف كده معايا لو عندك اعتراض دي المصفوفه بتاعتي ماشي الحل تمام هنعمل ايه بقى احنا رايحين على طول الكاركترستيك ايكويشن بتاعتنا اللي هي عايز المحدد يساوي الصفر اعمل نفسك مش واخد بالك دلوقتي من كلمه محدد ايه اللي مكتوب جوه المحدد مكتوب شغل مصفوفات عادي بقول لك عايز مصفوفه الكي ناقص اوميجا سكوير في مصفوفه الام يبقى كل اللي مطلوب منك عمليه تعويض مباشر اهو ادي مصفوفه الكي اسف اهي بالارقام ناقص اوميجا سكوير في الام يعني هتخلي ديت ناقص 4 اوميجا سكوير وديت ناقص 2 اوميجا سكوير اهي طب انا ما خليتهاش ناقص ليه؟ معلش انا مزاجي اسيب الناقص هنا انت حر طبعا ماشي تدخلها جوه تسيبها بره وتخليها خلاص انت حر انت هنا شغال مصفوفات يا حضرات علامه المحدد اللي موجوده بره لسه ما حسيتش بيها لسه ما بداتش استرجع كانوا بيقولوا لها ازاي في ثانيه ثانوي ولا ثانيه اعدادي ماشي الحال هتعمل ايه بقى؟ ها؟ عمليه الطرح الاول بقى عمليه الطرح احنا بنطرح ونطلع المصفوفات ازاي؟ صف واحد مع صف عمود ايه؟ لا كل علمت مع علمت المناظر له يعني الزهورية ناقص 200 بس لو انت قلقان تنسى التعامل مع السالب دي مش مانع ابدا خليها جوه دخلها جوه ماشي اهو ده اللي احنا قلناه دلوقتي راجع كده لو في اي اختلاف بالنسبه لك في اي التباس نعمل ايه بقى؟ عايزين بقى نفتكر ازاي بنجيب المحدد ونساويه بالصفر ناخد الكلام ده كده في السلايد الجديد هو ده اللي وصلنا له حد فاكرها؟ ازاي اجيب محدد المصفوفه واساويه بالصفر ده امتى لما تبقى 2 في 2 زي الساعه عشان كده انا هحل دي وانتوا تحلوا انتوا في الشيت ال 3 في 3 الطريقه بس ماشي لا لما بتبقى 2 في 2 بيبقى حاصل ضرب نقول ناقص 2 على طول بيسموها القطر الرئيسي ولا القطر الثاني تمام اللي هي بص معايا كده لو حبيت اصغرها في شكل قانون اهي لو عندي هنا A B C D يبقى A في B ناقص B في C ده لو هي 2 في 2 ما تشغلش بالك باكتر منها دلوقتي خلينا على قد دي زي ما بيقول ماشي الحال يبقى هنعمل ايه دلوقتي ها يبقى هضرب الكلام الفارغ ده في الكلام الفارغ ده ناقص ده واساويهم بالصفر طبعا هو مش كلام فارغ ده انت اما تضرب انت هيطلع لك اوميجا اس 4 مش كده ولا ايه؟ ما تتوهمش بس تعالى معلش عشان بحب دايما اطمن على كل خطوه هتضرب ازاي؟ ال 600 ناقص 4 اوميجا سكوير في ال 200 ناقص 2 اوميجا سكوير لا حد بس يكلمني الاول في الثاني اضرب كل حاجه في كل حاجه بالظبط هو اللي قاله زميلك صح بس توهني معاه لكن هو صح وكانوا بيعلموا لنا كده زمان يعني بص كده 600 في ايه؟ هتابع عمليه الضرب دي وبعدين في دي متشكلين ودي في دي وبعدين في دي هتضرب الاربعه في بعض زي ما بيقولوا تمام؟ فهتتصرف وتطلع الكلام الفارغ ده كلام سهل قوي الله ما طلع سهل قوي مش كده؟ يعني يمكن انا هنا كاتبها بالتفصيل اهو ببين ان انا ضربت القطر ده في بعضه ناقص القطر ده في بعضه. الكلام ده يساوي صفر وبعدين نعمل عمليه الضرب دي حسبي الله ونعم الوكيل المنظر ده ها
طب وبعدين انا عايز الاوميجا بقى. خلاها اوميجا تربيع وحلها بالنسبه، خلاها اوميجا تربيع وحلها بالنسبه معدل 40. ايوه شفت بقى اللي انا اسمينك دلوقتي. يبقى انا دلوقتي هعتبر ان الاوميجا والصربعه دي عباره عن اوميجا تربيع تربيع وبقت معادله تربيعيه. في بعض المراجع بتعملها ازاي؟ ان هو بيجي يديلها اسم جديد، لندا مثلا ولا حاجه، كابيتال اوميجا، اي حاجه ماشي، سميها حسن، سميها زي ما انت عايز. المهم ان انت تبقى فاهم ان اللي بتتعامل معاه ده على جنب هو عباره عن اوميجا تربيع. فزي ما زميلي كان دلوقتي هتبقى معادله تربيعيه، اقدر ان انا اخليها اوميجا تربيع تربيع. ودي هتبقى ناقص اوميجا خلاص، دي اوميجايه واحده مش كده؟ وهنا طبعا الثابت بتاعنا، واقدر ان انا اختصرها شويه. المهم بعد ما حلتها معادله تربيعيه عادي خالص، طلعت لي الحل الاول 50 والحل الثاني 200. دي اللي هي مين؟ الاوميجا التربيع اللي كنت بدور عليها. فبالتالي يبقى الاوميجا الاولى والاوميجا الثانيه. طبعا ينفع اسميها اوميجا واحد واوميجا اثنين. عاده اصغر اوميجا هي اللي بناخدها واحد، ونمشي بعد كده بشكل تصاعدي. يعني انت دلوقتي انت طلعتهم اللي هي التربيع 50 و200، ما يمكن يطلعوا لي 250 عادي بقى، ما تقلقش هي هي. وبعدين انا قلت لك ايه؟ عاده الطبيعي عشان خاطر حاجات جايه بعد كده بناخد الصغيره بتبقى هي رقم واحد، وبتمشي بشكل تصاعدي بعد كده. طيب جبت الاوميجا دلوقتي اعمل ايه؟ ها؟ في حد قال حاجه اهو؟ قول. هبدا ولا ايه؟ تصفي بقى المصفوفه. يعني ايه تصفي المصفوفه؟ جيب اللي اخدته من الفايات. هرجع يعمل ايه ولا ايه؟ هدور على الايه؟ اللي هي الفاي بتاعتي. تمام؟ اللي هي الفيكتور اللي سميناه الفاي، اللي هي الايه؟ يبقى انا هرجع لايه بقى؟ هرجع للمعادله الكامله بتاعتي. ما تتخضش من اللي انا عملته، انا شفت كلمه ايه وحطيت فاي وحطيتها مع عداد رياضي اللي هو سمول اي. ما انت فاهم دلوقتي اني هجيبها مرتين عشان انت هنا معاك اثنين اوميجا مش كده ولا ايه؟ تمام؟ فالاوميجا هي ظهر لها العداد والفاي ظهر لها العداد، اللي كانت واحنا شغالين في الاستاد كنا مسمينها سمول اي. ماشي الحال؟ طيب اهي ايوه قول لي بشكل عملي اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ مصفوفات عوض المصفوفه دي كده اوميجا واحد بتاعتي انا اخترت ان هي تكون الخمسه كسر اثنين، اعوض بيها اضربها في صفوفه الام في الفايات اللي انا ما اعرفهاش واسويها بالصفر كده اقدر اجيب الفاي. لما اجي اشتغل على الفاي زي ما قلنا هي الفاي دلوقتي هيبقى فيها ايه؟ اي 1 واي 2. اتفقت معاك بحاجه دلوقتي هنعملها بشكل عملي. خلي اي 1 بتساوي الوحده. ماشي الحل؟ هنخلي ادي شكل المصفوفه بتاعتنا اهو. كي ناقص اوميجا سكوير في الام في الفاي. فانا هنا بس ايه عملتها واحده واحده عشان اول مساله تقابلنا. الكي ناقص اوميجا عشان اوريك الاوميجا هتخش ازاي كرقم جمله. تضرب في ام 1 وفي ام 2. ماشي الحل؟ اصفي الفيلم الهندي ده خلاص بقت مصفوفه، نفذ عمليه الطرح فبقت بالمنظر الظريف ده اهي، ارقام والدنيا زي الفل. تمام؟ وحتى طالعه ارقام مظبطه يعني ارقام كويسه بامتحانات. اقوم انا عامل ايه بقى؟ انا عايز اجيب كده فاي واحد اللي هي ايه محتوياتها؟ اي 1 واي 2. دايما هفرض اي 1 بتساوي الوحده. دايما؟ اه دايما كده عشان تجيب الباقيين نسبه وتناسب. يبقى اسيوم انها عباره عن واحد واثنين. طب افرض ان انا بحل 4 ديجري اوف فريدم عادي، يبقى واحد واثنين ايه 3 ايه 4. يبقى ده السيستم اللي هنشتغل بيه حضرتك. ماشي الحل؟ طب ماشي استفدت ايه؟ استفدت ان انا كده جاهز لعمليه الضرب. اهو 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 مش انا جبت دولت على بعض في الفاي واحد اهي. تمام؟ هذا الكلام يساوي صفر. لو انا ما كنتش فرضتها بواحد وقاعد على الماتلاب قاعد على المسكات كان هو هيطلع لي هي بكام؟ فما تقلقش من القصه دي، احنا شغلنا المانوال الحل الحسابي اللي بايدينا هيشتغل دايما بالمنظر ده كده. ايه اللي هعمله دلوقتي؟ ضرب المصفوفات بقى فاكرينه ولا ايه؟ اللي اسمها صف في عمود. ازاي؟ تابع معايا حركه ان هي الاثنين مع بعض كده. اول صف اللي هو دول في اول عمود. يعني الاول في الاول زائد الثاني في الثاني. ده يا دوبك يديني اول المنت عادي. الاوردر ده 2 في 2 هتضربه في 2 في 1 يبقى الناتج بتاعك 2 في 1 بالظبط كده. فهو الثاني 400 في 1
ناقص 200 في 2 يساوي الصفر الاولاني. طب المعادله الاخرى ناقص 200 في 1 زائد 100 في 2 يساوي الصفر الثاني. طبعا من المعادله الاولى اللي بتعرف 2 قال لك طب ما المعادله الثانيه كمان بتقدر اعرف 2 اللي يريحك بقى. تمام؟ الو تمام الو. المعادلتين دول لازم يدوك نفس النتيجه. تشتغل من دي بس تشتغل من دي بس. انت اصلا عايز معادله واحده لان انت عندك مجهول واحد. ماشي؟ جميل. ايه واحد واثنين ما يجيبهاش المعادله مجهولين المعادلتين في مجهولين كده هتبقى اسهل واصعب. ولا اللي يهمني النسبه. الكلام ده هيوضح اكتر لما اخش بقى بشكل تطبيقي لما ابتدي اتنقل الكود وابتدي احسب حاجات مثلا بالهابس او بالساب هنفهم معناها بشكل اخر. اللي عايزك تبقى فاهمه دلوقتي بس ان هي القصه دلوقتي ان انا بجيبهم زي نسبه وتناسب من بعض. ماشي؟ هنعمل ايه بقى في الديجري الثانيه؟ هنعيد نفس الكلام في الاوميجا الثانيه اللي هو هشتغل على ايه بقى؟ هشتغل على الموتشيب الثاني بتاع اوميجا 2. اعمل ايه؟ برضه نفس القصه هحسب الحسبه دي هشتغل هنا بس في الاوميجا الاخرى الاوميجا رقم 2 فهجيب المعادله دي كده اهي تحولت لارقام زي الفل. وبعدين نحط برضو اهي الفياض نحسب نفترض انها 1 و2 نرجع نحسب نفس الحسبه بتاعتنا فطلعت لنا هنا الاثنين بتساوي كذا. يبقى انا كده اصبح معايا المصفوفه الاخرى اسمها فاي الداتا. ايه اللي انا وصلت له دلوقتي بقى؟ ما تفهمنا يا عم انت عمال تجيب ارقام معناها ايه؟ مش ده اللي انا وصلت له يا حضرات؟ يعني ايه بقى؟ عايز افهم مش فاهم حاجه. تعال نحاول نفهم. اولا بفكرك بحاجه ان احنا قلنا بناخد اصغر اوميجا ونخليها هي الاولى. ليه؟ علشان ده هنشتغل عليه هيبقى اسمه الفاندمنتال بعد كده ده الاساسي بتاعنا. بس خليني دلوقتي في حدود اللي عايزك تعرفها. ما معنى القيم اللي طلعت في فاي 1؟ ادي المبنى بتاعنا. انت هتهزر هو المبنى عامل كده؟ هو المبنى عامل كده؟ ها؟ لا هو كده. ما تنساش افتكر معايا لما جينا اشتغلنا على الموديلنج سنجل ديجري اوف فريدم مش المفروض ان انا يا دوبك احط كله هنا واحط كله هنا؟ يبقى ده المبنى بتاعك جاي. فاي 1 طلعت ايه؟ 1 بالترتيب 1 و2 تابع كده معايا. همشي مسافه 1 في منسوب الدور الاول. طب ده كده يا حضرات يماظر المنظر ده كده المسافه دي في المساله بتاعتي قد دي فاهو. هنا السبورت مشيت 1. طب ليه يمين؟ اصلها موجب. عاده بناخد الموجب يمين. لو انت متابع من بدايه شغلنا كنا بناخد الحركه بتتحرك كده تمام. فعاده بناخد الموجب يمين. طب الدور الثاني 2 في نفس الاتجاه ولا عكسه؟ يبقى انا دلوقتي لو انت رسمت دي مثلا سنتي يبقى دي 2 سنتي. رسمتها سنتي ونص يبقى دي 3 تشتغل دو سكيل. ماشي؟ يبقى بالمنظر ده كده. مش فاهم حاجه. بص كده معايا وصل المبنى بالمنظر ده. ايه اللي تقصده؟ العمليه كانت تبقى اوضح بس كانت هتكلكع شويه. ممكن اعملها لك ان شاء الله مثلا على المحاضره اللي جايه تشوفها او ما نيجي نحلها بالساب. شايف ده؟ هو المنشا. يعني كان المفروض اعمل ازاي لو انا راسم الفريم؟ كنت هحرك لك السقف ده كل واحد وحرك لك السقف ده 2 وابتدي بقى اوصلهم كلهم ببعض. يبقى ده شكل المود شيب الاول في احتمال ان هو ياخد الشكل ده اثناء الحركه. بتقول حضرتك قلت الفيات دي نسبه ايه؟ ده قلت الفيات دي نسبه. نسبه من الواحد. بمعنى حد تاني حل بقى بالماتلاب وقال لي الحق ده انا عرفت ان الرقم ده مثلا خليني اقول رقم سهل 0.2 انا اوتوماتيك على طول ده 0.4 وصلت؟ يعني نفس الميل نفس النسب دي هيطلع بنفس الميل هيطلع بنفس الشكل. يبقى ايه الفرق؟ تو سكيل. لو واحد غششني وقال لي 0.2 0.4 يا عم ما انا راسمها هقول لك بس اكتب لك ان السكيل ده بقى كذا خلاص. فانا اللي يهمني في الحل المانوال ان انت توصل للشكل. لكن لو انت قاعد على الساب لو انت قاعد ومعاك الماتلاب اقول لك لا هتعلي بارقام. وصلت؟ يا ريت برضه يا حضرات بص ماريو باز مساله اسهل شويه والخواجه شبرا برضه عامل كام ايه؟
ولا اسم عالم ولا اسم انت جديد معانا في الكورس ولا ايه؟ شو ده المؤلف ماريو بس ها وتجيب الثاني بص نفسك حطوك اهي بس ايه اللي هيحصل بقى؟ واحد سالب واحد فهروح الناحيه الثانيه ماشي الحل فهيطلع حاجه بالمنظر ده انت ولا حاجه توصله بخطوط مستقيمه وبس ايه معنى الكلام اللي قدامي ده؟ ده معناه ان المنشا ده بالبيانات اللي انت قلتلي عليها لو اتعرض لفايبريشن احتمال ياخد المنظر ده واحتمال ياخد المنظر ده يبقى المون شيب رقم واحد المون شيب رقم اثنين الاوميجا الصغيرات عاده بنسميها فاندمنتال مود ده بيبقى له يعني نصيب كبير شويه عندنا الاوميجا الصغيره تفاصيل دي ليه ومش ليه وبتاع ما تقلقش كل شويه الدنيا بتنور ناخد معلومه جديده برجع اقول لك فاكر لما قلت لك كذا كنت اقصد كذا فهنتكلم عن الكلام ده بتفاصيل اكتر يهمني بس ان انت تحط في ذهنك اسمه الفاندمنتال مود الباقيين بقى بيسموهم اللي هي التانيين بيسموهم الهاير او الهارمونيك يعني ليهم اسامي كتير ايه الباقيين دي لان انت ممكن يبقى عندك 2 و3 و4 عادي مش عيب مش كده ولا ايه لو هم 10 ادوار يبقى انت عندك 10 مود اوف شيب ايه اللي بيحصل بقى لما يحصل عندنا فايبريشن الاثنين مود دول هما بيبقوا الاغلب في الحدوث ايه كلمه الاغلب دي انت هترجع في كلامك ولا ايه لا ما رجعش في كلامك بس ممكن يحصل شكل ديفورميشن شكل حركه عباره عن تجميعه من الاثنين على بعض يعني حته من ده على حته من ده طب ما تقول لنا كده يعني مثلا 50% منه على 50% من ده لا مش شرط طب مين اللي هيزيد لو 60 و40 لو 30 و70 مين فيهم الاكتر هل بقى الصغير عشان ده سميته فاندمنتال لا مش شرط امال ايه بقى من الاخر اللي بيحسم القصه دي شكل الفورس اللي جت بالنسبه لنا احنا كناس بقى مهندسين مدني شكل الزلزال اللي جت شكل الزلزال هو اللي بيقول المنشا هيتحرك في المنشئ واحد بس ولا اتنين بس ولا هيعمل تركيبة ما بينهم بنسبة مين يكسب مين شكله موجود اكتر على حسب شكل الفرص اللي جات لك بتاعت الزلزال نفسه فده اللي يهمني دلوقتي ان هو يكون وصل لك بشكل اساسي يعني ايه موتشين ازاي ارسمه احاول اطور العملية بعد كده في السلايدز اللي جاية فيما بعد مش النهاردة طبعا ان شاء الله اوريك بقى الفريم انت دلوقتي ما هيتش خطر الرسمة دي نشوف بقى تحس بيها جربها انت حتى وانت بتحل الشيت ترسم بقى الفريق نفسه حرك كده السقف وحرك السقف سواء في المود شيب ده او ده وابتدي تديله شكل الديفورميشن هتحس بيها بشكل افضل ابتدي جربها على السقف لو عايز دخل مبنى كده دورين اتنين بس يعني عباره عن فريم دورين وجرب كده واتفرج عليه لخبط فيها وعك نتكلم فيها حاول مره ان شاء الله نعمل حاجه زي كده على السقف بس لما نجري شويه دكتور في حاجه مفهومه لا قدر الله دكتور هو المود ده اللي احنا بندخله في البرنامج نمبر فور اللي هو 3 عدد الادوار وحاجه زي كده حاجه زي كده طب ليه ما عملناش هنربط بيها هنربط بيها الكلام ده ما تقلقش مش دلوقتي مش انا جبت سيره دلوقتي ان في يعني دول بيبقوا الفاندمنتال بتاعي والتاني هم دول اللي هيحصلوا نسبه ما بينهم فهي كده راحت السكه هي تعبنا ولا ايه؟